شمال نشط الحرب. هلا بفرجيكم يا اخوات الش. انتوا يا عالم يا بشر يا شباب انتوا يا اخوات الش. شوفيها العياط يا استاذ، شوفيها العياط، شوفيها العياط. انت فوت قوس عندي بقلب البيت. لا بدي على العياط كله يا شباب، بدي على العياط كله. حبيبي شو عم تعملوا انتوا؟ لانك تتركونا كم عصفور نسمع صوته الصبح بدل ما نوع على اصوات البواريد اللي عم ناطعينا بوم 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 كل نهار. لك يا ابو عزيز هذا صيد العصافير هذا هوايه عندنا، ما فيك توقفنا عنا بوم بوم بوم. هلا ما فيكم الهوايه تبعك. لو عم تقوس عصفور عصفورين سكتنا، كل واحد منكم بفقع لي 300 400 عصفور بلقحن على صندوق سيارته بفقع صوره بحطها على الفيسبوك. بشرفك شفت صورنا على فيسبوك. لكن فيكم صورتك على الفيسبوك هيك تركونا كم عصفور بالفرق. عم ياكلنا الدبان، عم ياكلونا البرغش من ورا الزباله، ما في غير العصفور بياكل البرغش. ابو عزيز اذا مش انا قوصته رح بقوصه غيري. بدي لحسك لك لك. في قانون بالبلد ضد الصيد العشوائي. والله روح. مرحبا قانون، مرحبا بطيخ يا عمي. لك هيك عم بتقول مرحبا قانون؟ ما زال مرحبا قانون. اذا انت ما بدك تتعاطى بالقانون وتطبق القانون، في غيرك كمان بيكسروا للقانون. فرجيني كيف يعني بيكسروا؟ كيف يعني؟ تعال هلا. هيدي شو هيدي البارودي معها؟ هيدي اشرف بندقيه صيد خلقت على وجه المستديره. اوف هيدي مخمسه، هيدي لا بتحمى لا بتروكب لا بتعلق. شو عم تحكي؟ هات اعطيني اشرف. اوه قلت لي هيدي لا بتحمى لا بتروكب مخمسة ولا بتعلق، بتكبل لك خمسة دروبة اوتوماتيك ولا لكة ولا لكة ولا لكة. ايه بدي لكك بي يلا بكرة. وينك يا بيئة قتلوا العصافير البريئة؟ وينك يا وزير عم تاكل عصافير؟ اديني.